مرحبا بكم في جيم كوم. في هذا الفيديو سنستعرض الألعاب القادمة في شهر سبتمبر. لعبة فيفا 17، اللعبة المنتظرة هذا العام وكل عام، لكن تختلف فيفا 17 عن النسخ السابقة بأنها هذه المرة مطورة من قبل Frostbite، محرك الألعاب المستخدم في ألعاب Battlefield، مما يجعلنا نتوقع تحسينات خيالية في الرسوميات. اللعبة سوف تصدر في 27 من سبتمبر في الأسواق الأمريكية، وفي 29 في الأسواق العالمية على المنصات الثلاثة الأساسية ومنصات الجيل القديم. لعبة Pro Evolution Soccer 2017، اللعبة الحاصلة على جوائز متعددة ومعروفة باسم Winning Eleven 2017 في بعض الدول الأسيوية، تعود بتوصيل طريقة اللعب إلى مرحلة جديدة من حيث التحكم والرسوميات الحقيقية. اللعبة الجديدة سوف تصدرها كونامي في 13 من سبتمبر في الأسواق الأمريكية و15 في الأسواق الأوروبية، وتأتي بعدة تحديثات من حيث الذكاء الاصطناعي، حيث لأول مرة في لعبة كرة قدم سوف يتعلم الذكاء الاصطناعي منك ويتوقع طريقة لعبك، وتحديثات في الانيميشن لجعل حركة اللاعبين أكثر واقعية وبجعل حراس المرمى أكثر فاعلية. اللعبة قادمة للمنصات الثلاثة الأساسية زائد منصات الجيل القديم. لعبة Forza Horizon 3، لعبة السباقات التي طورتها شركة Playground Games، وهي الجزء الثالث من Forza Horizon والتاسع في سلسلة فورزا. سوف تحتوي هذه اللعبة على تقنية الكروس بلاي، وهي تعطي اللاعبين القابلية أن يلعبوا جماعيا بالرغم من اختلاف المنصة، وهي تقنية رائعة جدا باعتبار أن لديك حاسب شخصي وتريد أن تلعب مع صديقك الذي لديه اكس بوكس 1. اللعبة سوف تصدر في 27 من سبتمبر لمنصتي الحاسب الشخصي والاكس بوكس 1. لعبة NBA 2K17، لابد أن شهر سبتمبر هو شهر الألعاب الرياضية. لعبة كرة السلة NBA 2K17 التي من تطوير Visual Concepts ومن نشر 2K Sports هي الجزء 18 من سلسلة ألعاب NBA، وبها كل شيء يجعلها تقرب إلى الحقيقة، من تحركات جماهير والتجهيزات ما قبل المباراة وعروض ما بعد المباراة. وسوف تصدر في 20 من سبتمبر للمنصات الثلاثة الأساسية ومنصات الجيل القديم. لعبة Star Wars Battlefront Death Star Expansion، لعبة الخيال العلمي Star Wars Battlefront، اللعبة المقتبسة من سلسلة الأفلام المشهورة Star Wars، سوف يصدر لها تحديث باسم Death Star في الربع الأخير من سبتمبر، الذي سيتيح للاعبين أن يلعبوا في الفضاء والقتال بالطائرات وسط النجوم. هذا هو التحديث الثالث للعبة بعد Outer Rim وBespin، واللعبة الأساسية صدرت في 2015 وطورها EA DICE. Blizzard was getting worse. لعبة The Division DLC 2 Survival، لعبة The Division التي أحبطت معظم اللاعبين سوف يصدر لها تحديث باسم Survival، والذي سيختبر قدرة اللاعبين على التحمل ومحاولة النجاة في وسط عاصفة ثلجية شديدة في الربع الأخير من سبتمبر. أثارت اللعبة بعض الجدل عندما تم تقليل رسومياتها عند الإصدار مقارنة برسومياتها التي ظهرت في مؤتمر E3. لعبة Mother Russia Bleeds، لعبة من تطوير لو كارتيل ومن نشر ديفولفر ديجيتال، تقع أحداثها في زمن بديل للاتحاد السوفيتي، وتحكي قصة أربعة محاربي شوارع هربوا من السجن ويقوموا بالنجاة عن طريق القتال. أسلوب اللعب هو بيت ام اب، وهو يمتاز بالعنف الشديد وشبيه بأسلوب اللعب في ألعاب منصة السيجا جينيسيس الكلاسيكية مثل Streets of Rage و The Death and Return of Superman، حيث تسير الشخصيات في عالم اللعبة ويقفز عليهم الأشرار من كل اتجاه، ويتم صدهم وهزيمتهم عن طريق اختيار الأزرار المناسبة لعمل كومبوز تطيح بهم من الطريق. اللعبة يمكن أن يلعبها أربعة لاعبين، وهي قادمة على بي سي في اليوم الخامس من سبتمبر، ولم يتم الإعلان عن موعدها للبلاي ستيشن 4 حتى الآن. اللعبة للبالغين فقط لاحتوائها على مشاهد عنف شديدة. لعبة The Elder Scrolls Online Gold Edition، كلنا نعرف سلسلة The Elder Scrolls الشهيرة التي تصدرها شركة بثيزدا،
الشركة التي فاجأتنا بجزء جديد مهتم فقط بالطور اللعب الجماعي باسم The Elder Scrolls Online، والذي تم إصداره في 4 أبريل 2014، وسوف يتم إصدار الجولد إديشن في 9 سبتمبر هذا العام. تتميز النسخة الذهبية من اللعبة باحتوائها على جميع المحتويات الإضافية للعبة، زائد القدرة على انتطاء حصان البالمينو، وأيضا تعطي اللاعب 500 عملة الكراون، وهي العملة التي تستخدم في شراء المعدات اللازمة من داخل متجر اللعبة، وطورها زينيماكس أونلاين ستوديوز. لعبة سايكو باس Mandatory Happiness. في الأصل صدرت لمنصة الإكس بوكس 1 في 2015. سوف تصدر لعبة سايكو باس التي طورها استوديو 5PB في 13 سبتمبر في الأسواق الأمريكية، و16 في الأسواق الأوروبية لمنصات البلاي ستيشن 4 وبي اس فيتا، ولم يتم الإعلان عن موعد صدورها على الحاسب الشخصي بعد. اللعبة مقتبسة من مسلسل أنمي بنفس الاسم، وأسلوب اللعب هو فيجوال نوفل أو روائي بصري، وهو أسلوب لعب يعتمد على الرسومات الثابتة والأصوات وضغطات الماوس لكي يتفاعل اللاعب مع اللعبة. تقع أحداث اللعبة في مستقبل بائس لمدينة طوكيو، حيث يقبض على الناس مجرد تفكيرهم بعمل أي جريمة ضد القانون، فضلا لتكنولوجيا اسمها سايكو باس. اللعبة تقع أحداثها في وقت أول 8 حلقات من المسلسل، وباستطاعة اللاعب أن يتحكم بأحد الشخصيتين الأساسيتين. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. لعبة بايوشوك The Collection. من منا لا يعرف سلسلة ألعاب بايوشوك التي أبهرت جميعا بأسلوبها القصصي الرائع؟ السلسلة التي جعلتنا نزور مدينة رابتشر التي بنيت تحت الماء هروبا من أي حكام وبعيدا عن أي حرب، التي جعلتنا نذهب لمدينة كولومبيا الطائرة المبنية في الهواء لتذبح مثل الجنة. السلسلة التي أضافت كثيرا لألعاب منظور الشخص الأول تعود إلينا في نسختها ريماستر تحت اسم بايوشوك The Collection في 13 سبتمبر في الأسواق الأمريكية، و16 في الأسواق العالمية. النسخة الجديدة تحتوي على تحديثات للألعاب الثلاثة الأساسية في السلسلة، وهم بايوشوك، بايوشوك 2 وبايوشوك إنفينيت، زائد جميع المحتويات الإضافية معهم. لكن لن تتم إضافة عنصر طور اللعب الجماعي الذي كان موجودا في بايوشوك 2 في هذه النسخة. النسخة الجديدة سوف تصدر على المنصات الثلاثة الأساسية. I'm Frank West, photojournalist. لعبة Dead Rising Triple Pack. كاحتفال بمرور 10 سنوات منذ إصدار لعبة Dead Rising، قام استوديو Mercenary Technology بتحديث Dead Rising و Dead Rising 2 و Dead Rising 2 Off the Record تحت اسم Dead Rising Triple Pack، وقامت كابكوم بنشرها. وسوف يحتوي التحديث الجديد على ملابس جديدة وتحديثات في الرسوميات لكي تعمل على جودة 1080 بيكسل في 60 إطار في الثانية. وسوف يصدر في 13 سبتمبر لمنصة الأكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. لعبة Pac-Man Championship Edition 2. الجزء الثاني المنتظر من لعبة Pac-Man Championship Edition سيصل لنا أخيرا في 13 سبتمبر للمنصات الثلاثة الأساسية. اللعبة المطورة من شركة نامكو باندي جيمز، وهي جزء من سلسلة الألعاب الشهيرة Pac-Man التي صدر أول جزء منها في فترة الثمانينات وأيام أجهزة الأركيد. يتميز الجزء الجديد برسوميات ثلاثية الأبعاد وطرق لعب جديدة مثل Score Attack و Adventure Mode. لعبة Tree Core. هي لعبة مغامرات وأكشن طورها Concept و Armature Studio ونشرتها مايكروسوفت. تحكي اللعبة قصة فتاة اسمها جول آدمز تستيقظ من نومها الطويل لتجد أن العالم تغير، ولم يبقى غيرها ورفيقها الكلب الآلي لينقذوا مصير البشرية. اللعبة سوف تصدر على الحاسب الشخصي والإكس بوكس 1 في 13 سبتمبر في الأسواق الأمريكية، و16 في الأسواق الأوروبية. اللعبة تدعم خاصية Play Anywhere، أي أنك تستطيع أن تلعبها على الإكس بوكس 1 والحاسب الشخصي بنسخة واحدة في أي وقت، وتدعم أيضا خاصية الكروس بلاي. لعبة Mountain Blade Warband. لعبة RPG والعالم المفتوح التي تقع أحداثها في العصور الوسطى، التي تركز على هجوم الحصون ومعارك الخيول، التي طورتها شركة Tell Worlds Entertainment. سيتم إصدار نسخة على كل من البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 في 16 سبتمبر. اللعبة متاحة على ستيم لكل محبي هذا النوع من الألعاب على الحاسب الشخصي. لعبة Destiny Rise of Iron. لعبة Destiny اللعبة التي أثارت جدل بميزانيتها التي وصلت إلى حوالي نصف مليار دولار،
سيصدر لها تحديث باسم Destiny Rise of Iron في 20 سبتمبر كرابع تحديث رسمي للعبة. تحكي قصة التحديث عن صعود الأعداء مجددا وهجومهم على الحائط الذي يحمي آخر مدينة آمنة في الأرض. اللورد سلادين آخر لورد الحديدي سوف يقود اللاعبين ليصبحوا الجيل الحديدي الجديد. ستتضمن التحديث كامبين مود جديد وأسلحة وأماكن وخرائط جديدة أيضا. على الرغم من أن التحديثات الثلاثة السابقة كانت متاحة أيضا لمنصات الجيل القديم، إلا أن هذا التحديث سيكون متوفر فقط لمنصتي البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1. لعبة Killer Instinct Definitive Edition هي لعبة قتالية مثل ألعاب Mortal Kombat وStreet Fighter. صدرت في 2013 لمنصتي الحاسب الشخصي والإكس بوكس 1، وسيصدر لها نسخة جديدة باسم Definitive Edition. هذه النسخة المجمعة ستأتي ب 26 شخصية و 20 مرحلة جديدة محدثة رسوميا ومهيئة للتدمير أثناء اللعب. ستصدر النسخة في 20 سبتمبر لمنصة الإكس بوكس 1 فقط. There is a place beneath those ancient ruins in the moor. لعبة Darkest Dungeon هي لعبة RPG ثنائية الأبعاد تحكي قصة شخص اغتنى من تنقيبه عن المقابر والزنازن، لكن في المقابل فتح أبواب لعوالم وأبعاد أخرى مظلمة وشريرة وأدخل الكثير من الوحوش المريعة إلى عالمنا، وبدلا من أن يواجه هذه المشاكل انتحر، فأتي قريبه ليحل تلك المشاكل عوضا عنه. اللعبة من تطوير Red Hawk Studios وصدرت على الحاسب الشخصي في يناير هذا العام، لكن ستصدر على منصة بلاي ستيشن 4 وفيتا في 27 سبتمبر. All citizens that today's celebration will continue as planned. I've heard enough. لعبة XCOM 2 هي لعبة تكتيكية تعتمد على الفكر الاستراتيجي من تطوير Fire Axis Games. تبدأ أحداث اللعبة في عام 2035، 20 عاما بعد أحداث اللعبة السابقة، في عالم تم هزيمة البشر من قبل الفضائيين، وأصبحت الأرض متحكمة من منظمة اسمها Advent التي تحاول تحسين سمعة الفضائيين، لكن يتحكم اللاعب بفريق XCOM لكي يحاول هزيمتهم. اللعبة صدرت في يناير 2016 للحاسب الشخصي، لكن ستصدر في 27 سبتمبر في الأسواق الأمريكية والثلاثين للأسواق العالمية لمنصتي البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1. كانت هذه كل الألعاب القادمة في شهر سبتمبر. هل أنتم متحمسون؟ شاركونا بتعليقاتكم.